Welcome back, dear viewers. You're still watching our celebration on a very special day, which is Eid al-Fitr, dear viewers. And in this segment, dear viewers, our lovely guest for tonight is a very promising Egyptian talent, known for spreading love and happiness through her tender voice, lovely songs, and natural charisma. Tonight, we'll celebrate Eid al-Fitr Eve with the delicate and inspirational Egyptian singer, Meritia, who mesmerizes her audience, spreading joy and compassion with her sweet, warm voice. And dear viewers, in this segment, we have the pleasure to have you with us today. We have with us also Mikhail Wahba, which is a oud performer, as we can see. And we're going to be, of course, it's going to be very joyful with all the songs she's going to be singing today for us tonight. Thank you. مريتيا، في البداية تكلمينا عن المناسبات الحلوة اللي احنا بنشهدها دي. بتشوفي ازاي العيد في مصر والأعياد عامة للمسيحيين والمسلمين، يعني مظاهر الاحتفال وكده؟ اوكي، هو طبعا العيد بيبقى فرحة لكله، مش مسيحي ومسلم، بيبقى عيد عامة للمصريين كلهم. احنا عيد القيامة جه في رمضان، والعيد النهاردة طبعا كلنا بنحتفل بيه، مش مسلمين بس، يعني نازلة مع صحابي عادي هنخرج وكده. فمش فكرة ان لا ده عيدهم وده عيدنا، لا احنا بننزل كلنا بنخرج، تلاقي الدنيا كلها زحمة، المحلات كلها بتاعت الاكل كلها زحمة. فدي بتبقى أحلى مظاهر، إن إحنا كلنا في الشارع وكلنا بنحتفل مع بعض بالعيد، والفرحة بتبقى مالية قلوبنا كلنا بقى. كل سنة وأنت طيبة. عايزين نسمع أغنية بقى من أغانيك الحلوة. أوكي، إحنا نقول حاجة بقى لنجاة، عشان أنا بحب أوي القديم يعني، فنقول أما براوة، ومعايا طبعا عمو مخايل الجميل هيمتعنا بعزفه بالعود. Been
شاء الله بجد يعني أغنية جميلة غنيتيها بكل يعني حسيت إنك بتغنيها بكل أحاسيسك حاجة جميلة. دلوقتي أنا عايز أسألك سؤال مهم، هو مين الفنان اللي بتعتبريه مثل أعلى ليكي؟ هو أكتر فنان أنا بحبه طبعا أستاذ كاظم الساهر لأني كنت في فريقه، وبحب طبعا أغانيه جدا من وأنا صغيرة، بس الأقرب ليا يعني شيرين عبد الوهاب طبعا بحبها قوي، وشفتها السنة دي فدي كانت حاجة حلوة قوي ليا. او شفتها كنت في برنامج برضو ورحت وصورت معاها وقلت لها بحبك قوي وجريت عليها كده جارية اللي هو يعني اللي هو بجد بحبها قوي، وقلت لها ما تتضايقيش وقعدت اكلمها كأنها واحدة صاحبتي كده، وبعد كده قالت لي انت عسوله قوي وسمعت صوتي واتصورت معايا، ونزلت من قريب اغنيه بتاعتها بتاعت رمضان اللي هي معافر وخدتها عندها على الستوري فانبسطت قوي يعني، فانا بحب اغني لها قوي على طول وحطها قدامي كمثل او ايدول ليا ان هي عايزه ابقى حاجه كده يعني. بس دلوقتي عايزين نسمع منك بقى اغنيه بقى انت نفسك تغنيها. اوكي مش هروح اغنيها بقى. طلع في دماغي نروق شويه عدي عليك وتنزل لي، ده انت في دماغي وحقك عليا طول وحقك عليا طول خصامنا زلزلي، وتعالى دلعك قولي ايه هيمنعك جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك، تعالى بحلفك قولي ايه مقريفك لو كنت انت في مكاني عمري ما كنت اكسفك، وتعالى دلعك قولي ايه هيمنعك جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك، تعالى بحلفك قولي ايه مقريفك لو كنت انت في مكاني عمري ما كنت اكسفك، تلاتة بالعظيم مقامك عظيم خلافنا واختلافنا موضوع قديم، تلاتة بالعظيم مقامك عظيم خلافنا واختلافنا موضوع قديم، جايلك بنية صافية وقلب سليم، ولا لا 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 لا، مهما حبيبك تمادى لا يمكن يخون مكانك في السواد في نن العيون، مهما حبيبك تمادى لا يمكن يخون مكانك في السواد في نن العيون، ده العشرة مرة هانت ولا انت تهون، وتعالى دلعك قولي ايه هيمنعك جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك، تعالى بحلفك قولي ايه مقريفك لو كنت انت في مكاني عمري ما كنت اكسفك، تلاتة بالعظيم مقامك عظيم خلافنا واختلافنا موضوع قديم، تلاتة بالعظيم مقامك عظيم خلافنا واختلافنا موضوع قديم، جايلك بنية صافية وقلب سليم، ولا لا 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 لا، طالعة في دماغي نروق شوية عدي عليك وتنزلي، ده انت في دماغي وحقك عليا طول خصام زلزلي، طالعة في دماغي. مريتي برضو ممكن يعني بمناسبة الأعياد اللي احنا فيها دلوقتي تقول لنا ايه هي أكتر أمنية مهمة بالنسبة لك ونفسك تحققيها؟ أكتر أمنية نفسي حققها إن أنا أوصل للحاجة اللي أنا نفسي فيها، وهي إن أنا أبقى
حاجة قدام الناس تستفاد ان هي ان هم يعني ميريتيا بتعمل حاجة كويسة، يعني مش عارفة هتبقى هي ايه قدام ممكن، بس عاوزة ارضي اهلي وعايزة اعوضهم التعب والجري اللي هم دلوقتي بيجروا ورايا، عايزة اعوضهم طبعا عن كل ده، وعاوزة الناس كلها تبقى يعني بيقولوا ميريتيا مثلا دي شخصية او مؤثرة، يعني ابقى مؤثرة بحاجة مفيدة مش حاجة مش مفيدة يعني. بس يعني عندك حاجات بتتعرض عليكي وحاجات مستقبلية ان شاء الله انت ناوي عليها تشتغلي عليها في العيد بعد العيد قريب ان شاء الله بإذن الله؟ هو في اغاني ان شاء الله نازله بعد العيد، في اغنيه عن ان هو اضحك يا عم وحاجات كده لسه هتنزل قريب، وفي نفس الوقت انا مش شايفه ان ده بعيد، يعني شايفه ان لا انا طول ما انا بسعى ورا حلمي، وابتديت ان انا دلوقتي ادرس، انا دي تاني سنه ليا في معهد الكونسرفتوار، فحبيت ان انا بقى اكاديميه اكتر، ما بقاش ان انا عايزه اوصل بس وخلاص، لا ابتديت اعمل يعني الفيرست ستيب ده، فابتديت اهو بقى يا رب بقى يعني ربنا هو اللي هيكمل معايا بقى. طيب وقول لنا بقى اغنيه هنختم بيها لقائنا النهارده. اوكي هنقول بقى بمناسبه العيد الجميل هنقول يا ليله العيد، وعايزه طبعا عيد على كل الناس وكل سنه وانتم طيبين كمان. وعايزه طبعا اشكر عمو ميخائيل لان من غيره مفيش اي حاجه هتبقى حلوه كده. وجددت الأمل فينا.